كيخرجوا كاين الترعي، من الحمد لله الثمن مناسب، ماشي بحال الايام سيري الثمن مناسب. هاد الصول دايره 70 درهم، ميرنا 60 درهم، كروبيت كاين ديال 150 ديال 140 على حسب الغول ديالو. القرب 70 درهم، كواجو 50 درهم، الدرعي 70 درهم، الكرمان 90 درهم 100 درهم، فهمتيني؟ وكاين الحوت هذاك ديال لي سبادون كاين ديال 80 درهم 90 درهم، هذا هو الثمن ديالو. ايسا خصو يدير الاحتياط ديالو صافي. كما كتلاحظوا معنا دابا خويا هنايا اسمنة ديال مارشي سونترال جودة ديال الحوت، هذا الكرامار ثمن رخيصة، واحد الوقت كانت كدير 120 درهم، دابا 80 90 درهم الكيلو. ها هي خويا هنايا الميرنا اثمن مناسبة، دير 60 50 45 50 درهم الكيلو، حاجة مزيانة. السردير كما كتلاحظ معايا السردير 15 درهم القرب، مليحة هذا القرب ديال البلاد 90 درهم، ها هي مليحة القرب ديال 120 هذا كيدير 90 درهم الكيلو. ها هي خويا الراية 30 درهم الكيلو، الراية 30 درهم الكيلو، حاجة مزيانة حتى هي، أثمنة مناسبة. هاد رمضان هذا مزيان أخويا. السبادو أخويا بوسيف كما كتشوف معانا بوسيف الحرة، هادي كانت كدير 120 درهم الكيلو، 90 درهم دابا الكيلو، أثمنة مناسبة كانت كدير 120 العام اللي فات، 120 درهم هادي الكيلو، والميرنا 16 درهم العام اللي فات، وهاد العام إن شاء الله غير 50 درهم الميرنا والسبادو 90 درهم. بالضبط هذا الحوت اللي كيتكلف هاد رمضان هذا. هي الحوت شويه في رمضان راه داير الثمن، ما في زاد داير الثمن، قاس الحوت قليش الحوت كيجي من العريس ومن هذا وهذا كاين، وهاد الحوت هاد رمضان هذا كيتكل الحوت كرمال نياد الفطار وداك الشيء، أنا كاين المسائل ديال الله يحسنها ولا هناك كاين، كل واحد على قد المجهود ديالو صافي هذا. الأثمنة أنا يلاه دخلت المارشي دابا ما عنديش فكرة بصفة كاملة على الأثمنة ديال الأسماك، ولكن بالنسبة للسمك السردين يلاه سولت دابا قالوا لي 20 درهم، و20 درهم مقارنة مع يعني الأثمنة اللي كانت في السابق راه بزاف سيترون راه كثيرة بزاف، يعني كنا كنشريو السردين ب 8 دراهم 10 دراهم ولات 20 درهم 20 درهم راه سيترون صاي هادشي اللي كاين حاليا، حيت جبرتيني يلاه دخلت يلاه كي دخلت اول شيء سولت عليه هو الحوت غالي هذا العام الحمد لله الخير موجود، اثمنه مناسبه، شباده حره دايره 90 درهم 80 درهم قرده، من فوق كتكون ب 150 130 الحمد لله كاين الخير هذا العام، الخير ديال الله سبحانه وتعالى، الشطون موجود على 300 درهم 260، السردين داير على 260 توصل حتى 10 دراهم، خيرات ديال الله سبحانه وتعالى اخويا، انت كتشوف تبارك الله الخير كيدير.